السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هقدم فيديو وهنشرح فيه حاجة مختلفة خالص عن اللي شرحناه الدور اللي فات. وأي واحد يفتح الفيديو أو يشاهد الفيديو يكمل الفيديو على الآخر عشان هتستفاد منه بإذن الله. وأكيد أي واحد منا معاه قناة على اليوتيوب أو معاه حساب على الفيسبوك أو معاه صفحة أو معاه تيك توك أو انستجرام أو أي حاجة من السوشيال ميديا. وأكيد أي واحد أنا ذكرته في الحياة ده هيكون معاه حاجة من الحياة ده أو معاه كله. بالنسبة للناس اللي معاها قنوات ومش عارف يحصل على 1000 مشترك او 4000 ساعة ويقص خالص انك ازاي يحصل على 1000 مشترك و 4000 ساعة، تابع الفيديو وان شاء الله هتطلع بحل خالص، وخلال يوم او يومين هيكون معاك الحاجات ده او تفعل القناة بالربح بتاعها. وبالنسبة للفيسبوك، اللي معاه فيسبوك وعاوز متابعين او اللي معاه صفحة وعاوز متابعين او عاوز يوصل الصفحة بتاعته 10000 عشان يربح منها، برضو الفيديو ده تبعك. والناس اللي معاها التيك توك واللي عاوز يحصل على 10000 متابع وبرضه مش عارف ازاي يحصل عليهم، فبرضه الفيديو ده تبعك انت. وبرضه بالنسبه للانستجرام، لو عاوز توصل 1000 متابع او اكتر من كده برضه تابع معانا الفيديو على الاخر. وبالنسبه للقنوات، اللي عاوز 1000 ساعه او 2000 ساعه او 3000 ساعه او 4000 ساعه او عاوز 500 مشترك او 1000 مشترك، وان شاء الله هخليك تحقق الحياة ده خلال يوم او يومين او 3 ايام بالكتير، تابع معانا. يعني انا لو حققت لك 1000 مشترك او 4000 ساعة فمفيش حاجة هتتحذف منك، ولو في حاجة اتحذفت منك فاكيد في تعويض مني. والتعويض ده لو في اي حاجة اتحذفت منك انا هرجعها لك تاني، لان ده عبارة عن ناس حقيقيين بتشاهد وفي ناس مشتركين حقيقيين، يعني مش وهميين، وده كله باسعار رخيصة جدا وبسيطة. ولو حابب تفعل قناتك ان شاء الله خلال يومين او ثلاثة بالكتير انزل كلمنا تحت على الواتس او على الفيسبوك. بالنسبة للفيسبوك، في ناس عايزة متابعين او توثق العلامة الزرقاء للصفحات الفيسبوك سواء صفحة شخصية او صفحة عامة. وبالنسبة للفيسبوك، لو انت معاك حساب على الفيسبوك او صفحة على الفيسبوك وعاوز متابعين او عاوز توثق العلامة الخضراء فاكيد لازم يكون عدد متابعين وبرضو ايضا عدد مشاهدات. لو حابب توثق الصفحة بتاعتك العلامة الزرقاء او تزود عدد المتابعين برضو كلمنا على الواتس، باسعار قليله وعلى ضمان، ولو اي حاجه ناقصت فهنرجع نزود لك الحاجه دي تاني مره تانيه. وبالنسبه للتيك توك، لو انت عاوز 10000 متابعين برضو تابعنا معانا وكلمنا على الواتس. وايضا بالنسبه للانستجرام، لو عاوز عدد متابعين وناس حقيقيين برضو كلمنا، وفي تعويض لو اي حاجه ناقصت علينا. وبالنسبه للهدايا، لو انت حابب تاخد هديه مني فانزل اشترك في القناه تحت وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو. وبالنسبة للهدايا للناس الأول مرة اللي هتشترك معايا في القناة، انزل على اللينك اللي تحت واكتب لي أنت عاوز مشاهدات على أي برنامج إيه، وأنا إن شاء الله هحقق لك مشاهدات وده مجاني من عندي. واللي عاوز أي حاجة استفسار مني يكلمني على الواتس، والرقم إن شاء الله هيكون في الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.